بس حبيت أشكرك صراحة جداً شكراً على المجهود. شرحك صراحة كان جداً رائع، يعني كان واضح أنك جداً حريص على أننا نكون فاهمين قبل ما أنك يعني تمشي الساعات لنا. جداً ممنونة أو سعيدة أني حضرت معك كورس، فإن شاء الله بالشهادة. الله يسعدك، يعني شهادة بنعتز فيها والله يا ريم، وشكراً لك. في البداية طبعاً أكيد كنت متردد قبل الدورة أني أخذ الدورة أو لا، بس صراحة بعد الدورة برشح لأي أحد حاب يقدم الكابم أنه يعني يبدأ معاكم إن شاء الله. شكراً بك على كل شيء. وبصراحة كانت رحلة ممتعة، استفدنا منها الكثير، تعلمنا من الأستاذ أحمد، فيعني الحمد لله كل شيء واضح أنا بالنسبة لي، وأشكركم على أدائكم وأشكركم على تعاونكم معنا، ويعطيكم العافية جميعا. أكيد إن شاء الله يعني بكة بتكون مرجع لي إن شاء الله أني أخذ دورات في المستقبل. يعطيكم ألف عافية. الله بالتوفيق أستاذ حمد. لا الحمد لله يعني كل شيء تمام، والله يعطيكم العافية جميعا. الشكر خاص حقيقة للأستاذ، شكرا لك. الله يسلمك أستاذ خالد، بالتوفيق. وأكثر شيء صراحة عجبني المحاضر، يعني أحس إذا كان مستوى المحاضرين في المستوى، أتوقع أني راح تكون خطط الجاية أتعامل مع بك إن شاء الله بإذن الله، يعني تقريبا خلينا نقول 10 out of 10. بالعكس الدورة كانت مفيدة بالنسبة لي، إن شاء الله المعهد ممتاز وسلايدات منوعة يعني المعهد على مستوى عالي وما في أي ملاحظات. أنا بالعكس دخلت الكورس لأمانة في البداية توقعت بيكون يعني سيشنز كذا نخلصها وبس، لكن ما شاء الله يعني دعمتونا بالماتيريالز والLMS، يعني الله يعطيكم العافية.